هل تعيد جولة المفاوضات الرابعة بين السعودية وإيران العلاقات السياسية بصورة كاملة؟ أهلا بكم، أنا أحمد الشربطلي وهذه هي التفاصيل. فترة من الدفء في العلاقات الدولية تسودها أجواء من التفاؤل الحذر حول مدى إمكانية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية من جهة وإيران من جهة أخرى، وذلك عقب مجموعة من التصريحات وردية اللون بين الجانب الإيراني والسعودي، حيث صرحت طهران بأن ثمة علاقات طيبة تربطها بالمملكة خلال الفترة الأخيرة على وجه الدقة، وأنه لا بد من عودة الأوضاع السياسية والتعاون الإيجابي لما كان عليه قبل أن تتوتر الأجواء بسبب الكثير من الخلافات بين الطرفين نتيجة استهداف الحرس الثوري الإيراني لمصالح السعودية في المنطقة. وفي هذا الإطار ستعقد السعودية وإيران جولة مفاوضات رابعة في العراق بعد توقف أعقب 3 جولات إلى حين تشكيل حكومة جديدة في طهران، وفق ما قاله السفير الإيراني لدى بغداد إرج مسجدي حسب ما نقلت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية. حملت الجولات الثلاث الماضية مؤشرات على تغيير في الدبلوماسية الخليجية قبل توقفها مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة في طهران بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد إثر فوزه بانتخابات يونيو حزيران الماضي. قال مسجدي في منتدى الرافدين للحوار ببغداد: عقدنا 3 جولات مباحثات مع السعودية في بغداد بفضل تعاون الحكومة العراقية، وستجرى الجولة الرابعة بعد تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة حسب قوله. وفي حوار تلفزيوني مساء الاثنين قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أبلغه بأنه ينتظر تشكيل حكومة جديدة لاستئناف المفاوضات خلال مشاركتهما في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في حين أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة عدم وجود أي مفاوضات ثنائية بين البلدين في العراق على هامش مشاركة الدولتين في المؤتمر. وتجرى المحادثات بين الرياض وطهران منذ أبريل نيسان الماضي، لقد نوقشت فيهما قضايا عدة منها إعادة افتتاح السفارات حسب ما قال مسجدي في تصريحات نقلتها قناة العالم الرسمية الإيرانية في 16 أغسطس. وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية منذ عام 2016 بعد أن هاجم محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران وأدرموا النيران فيها على خلفية إعدام السلطات السعودية لرجل الدين الشيعي البارز النمر لتعقبها العديد من الأحداث التي جعلت التوتر سيد الموقف، خاصة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني لشركة أرامكو السعودية ودعمه لميليشيات الحوثي في اليمن المتاخمة للمملكة العربية السعودية بصورة مباشرة، وهو ما فاقم الأوضاع بين البلدين. شكرا لكم طيب المتابعة، كان معكم أحمد الشربطلي.